الكرام، أبناء بلدية الزايد، الرؤية الثانية لتأسيس هذا الوطن العزيز الغالي. وعندما تأسس هذا الوطن بقيادته الهاشمية وبرجاله من أبناء هذا الوطن العزيز الذي لا يسومون أبدا على تراب هذا الوطن العزيز الغالي، ونحن نسمع بالأيام الأخيرة ما يتعرض من الاحتياطات الكاملة التي قد اتخذتها الحكومة في الآونة الأخيرة بتوجيه من سيدي صاحب الجلالة إنشاء المستشفيات الميدانية في كافة مناطق المملكة. إلا أنه مهما حاولت الحكومة ومهما حاولت الدولة من التطور بالتطعيم ولا يمكن إذا لم يكن هناك تكاتف من المواطنين. وسيدنا للأول مرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة يطلع يقول يا أخوان الكمامة والتباعد عدوا في أوامر الدفاع. المنظومة الصحية عندنا تنهار، المنظومة الصحية الآن ثابتة ماشي، وصلت بعض المستشفيات إلى 100% و80% و70%. أولا تأتي هذه الزيارة استمرارا لزياراتي إلى بلديات المملكة، بدأت فيها من حوالي شهرين، واليوم الآن إحنا في زيارة إلى بلديات البادية الشمالية. طبيعي عدد بلديات البادية الشمالية حوالي 14 بلدية، لا أستطيع زيارتها في يوم واحد. اليوم تمكنت من زيارة 4 بلديات، وستستمر الزيارة في الأيام القادمة بإذن الله إلى بقية البلديات. سيدي بتوجيه من سيدي صاحب الجلالة وجه دولة رئيس الوزراء والوزراء المعنيين أن نقوم بزيارات ميدانية للوقوف على واقع ومشاكل الناس كل في موقعه، وهذا ما حصل من خلال هذه الزيارات اللي هي زيارات ميدانية حتى نطلع على أرض الواقع. والآن أنا في زرت الأربع بلديات واستمعت إلى هموم ومشاكل إخوان البلديات. احنا اليوم تشرفنا بزيارة كريمة من نائب رئيس الوزراء وزير البلديات، وتم تقديم طلبات تحديات بمشروع التحديات كاملة اللي هو التلوث البيئي وتحديات عدم وجود توفر أراضي للبلدية، التحديات اللي هو مشروع الطاقة الشمسية أيضا عدم الموافقة. تم تلبية كل هذه الاحتياجات، وافق عليها مشكور الوزير المحترم اللي هو دعم مشروع الطاقة بالموافقة من الكهرباء، مشروع يعني المشروع الريادي الآخر اللي هو الكلاب الضالة، دعم هذا المشروع كامل على نفقة وزارة البلدية، مشكورين يعني يكلف حوالي 24500 دينار. أي نعم، هذا المشروع للبلديات الثلاث متشاركة فيه، وهو دعم من مؤسسة عالية بنت الحسين المعظمة ومؤسسة يو اس ايد، مشكورين جدا على الدعم وعلى المشاركة. مشروع الزراعة المائية، هذا المشروع تم دراسته من قبل يو اس ايد دراسة الجدوى، وهو هذا المشروع راح ينفذ ان شاء الله قريب من جهة جمعية ابو عبد الله لخدمة الفئات العفيفة من المجتمع في الخالدية لتوزيع وتعمير وتمكينهم من الحياة الكريمة ان شاء الله. هل لقيت المطالب المواطنين ومواطنكم اهتمام لدى الوزير؟ ايوه، كل الاهتمام وكل الاحترام وكل الشكر من الوزير على استقبال هذه الطلبات، وانا قدمتها بكتب رسمية في خلال مظروف معين لكل الطلبات. شكرا.